ستيفيا هي نبتة أحلى من قصب السكر بـ30 مرة تقريباً، ولكنها قليلة السعرات إضافة إلى طعمها المميز الذي يذكرنا بنبات السوس. اليوم تستخدم على نطاق واسع كبديلاً للسكر في مدينة مالاقا جنوب إسبانيا. تزدهر زراعة ستيفيا بسبب العوامل الجوية المواتية وأيضاً بسبب عائداتها المالية الجيدة. في الماضي كنت أزرع الطماطم والبصل والبطاطا، ولكن مستقبل هذه الزراعة مظلم، لذلك اخترت التوجه إلى زراعة ستيفيا لأنها من نوع النباتات التي لا تخزن الآفات، ولديها 3 مواسم حصاد سنوياً منذ 4 سنوات، ونحن نزرع هذه النبتة بكل نجاح. بعد تجفيف أوراق ستيفيا تتم تغليتها للحصول على مستخلص التحلية المعروف باسم ستيفيول جليكوسيد، والذي يستخدم كبديل للسكر خاصة بالنسبة لمرضى السكري. نتلقى مثلاً كيلوغرام واحد من الأوراق المجففة، ثم نقوم بتغليتها لاستخراج المركبات. بطبيعة الحال بعد عملية التغلية الأولى نحصل على هذا السائل الذي لا يتمتع بترخيص من الاتحاد الأوروبي، لذلك يجب علينا تنقيته بطريقة دقيقة للغاية. لنحصل في النهاية على سائل نقي كهذا، والذي يمكن بيعه بوصفه يحتوي على 95% من الستيفيول جليكوسيد، كما يمكن بيعه في شكل مسحوق نقي. يمكن أيضا تحويل مسحوق ستيفيا النقي إلى حبوب لاستخدامها كبديل السكر، والتي تلقى إقبالا كبيرا من المستهلكين الذين يبحثون عن محل طبيعي منخفض السعرات. ومع ذلك هناك بعض المآخذ على مستخلص التحلية المستخرج من نبتة ستيفيا. بعض خبراء التغذية يدعون إلى مزيد البحث عن أثار نبتة ستيفيا على الجسم البشري، خاصة أن هناك بعض المعلومات الخاطئة حولها. ستجدون اسم ستيفيا في العديد من المنتجات، ولكن اقرأوا بعناية ما هو مكتوب في المنتج. إذا وجدتم مثلاً مصنوع من ستيفيا، هذا لا يعني أنه يحتوي على نبتة ستيفيا، لأنه غير مرخص باستخدامها. ما هي مشاكل ستيفيا فعلاً؟ المشكلة هو أنه لديها نشاط دوائي، ويمكن أن تتسبب في حالات عقم لدى الذكور، وكذلك في انخفاض ضغط الدم الذي قد يكون قاتلاً في بعض الأحيان. لا يمكن أيضاً اعتبار ستيفيا كعلاج للمصابين بمرض السكري، هذا خطأ كبير. ستيفيا هو محلي مناسب لمرضى السكري تماماً، مثل محل سكرين أو الأسبرتام. في العام 2011 رخص الاتحاد الأوروبي لبيع مادة ستيفيول جليكوسيد المحلية، ولكنه منع بيع واستهلاك نبات ستيفيا في جميع أنحاء الاتحاد. العديد من المزارعين الإسبان نددوا بهذا القرار، معتبرين أن ستيفيا نبتة غذائية قديمة. كان يتم استهلاك النبتة في أوروبا كغذاء تقليدي مثل الشاي والبابونج، لذلك هي ليست نوعاً جديداً من الغذاء. يجب على الاتحاد غلق الملف ليتمكن الناس من بيع واستهلاك ستيفيا تماماً مثل الشاي والبابونج. نبتة ستيفيا عرفت في الباراغواي منذ قرون، ثم انتشرت منذ 70s في اليابان والصين وتايلاندا وماليزيا، لتتوسع زراعتها في بلدان أخرى فيما بعد مثل إسبانيا.